السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ اتمنى يا رب دايما تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية دايما يا رب. فيديو النهاردة فيديو مهم جدا، وهكلمك النهاردة على نصيحة مهمة جدا. النصيحة دي على الرغم ان الفيديو يبان ان هو قليل في المدة، الا ان نتائجه مذهلة، ولو طبقت النصيحة دي اوعدك ان انت حياتك بالكامل هتتغير. دايما يا جماعة بيبقى تغيير حياتك او الوصول لاحلامك او الوصول لامنياتك قريب منك فوق ما تتخيل، بس انت بتبعده عنك بالطاقات السلبية وبالشعور السيء اللي انت بتحسه. لو حد جه سألني وقال لي ايه اكبر اسباب يا عبد الله ان انا ما وصلتش لاهدافي او لاحلامي او ان انا شخص حزين وسيء في حياتي، هقول لك اكبر سبب من الاسباب هو حضرتك انت واحساسك الداخلي، احساسك باليأس، احساسك بالضعف، احساسك بالمشاكل، احساسك بالحزن. الاحساس السيء دايما بيجي على صاحبه بالامور السيئة وبيخلوش يحقق اي حاجة. كذلك العكس، اكبر اسباب النجاح والوصول للفلاح والوصول للامنيات والاحلام هي الاحساس الجيد او الشعور الجيد. فالنهاردة انا هكلمك على اكبر امر او افضل امر او اعظم امر لو انت طبقته وعملته في حياتك وخليته كعادة ليك، يعني عادة ليك وحاجة انت خدتها عقيدة في حياتك، اوعدك ان حياتك بالكامل هتتغير. وان بإذن الله لو انت عايز رزق الله عز وجل هيرزقك بالرزق، لو عايز حتى تبقى مليونير ان شاء الله هتوصل للامر ده. بس طبق السر اللي انا هقوله لك ده، وطبق الامر اللي انا هقوله لك ده، وخده قاعدة في حياتك، وبإذن الله مش بس هترزق بالنجاح في حياتك العملية، ولكن هترزق بالنجاح في مجالات حياتك كلها، في المال والرزق وفي علاقاتك وفي كل جوانب حياتك. الامر ده هو ان انت تشعر بالشعور الجيد، او ان انت تحس بنعم الله عز وجل عليك. بص، في قاعدة كده يا جماعة، يعني حتى العلماء كانوا بيتكلموا عليها، وهي ان الشيء بيجذب مثيله. لو انا حسيت بشعور جيد يبقى كل اللي جاي لي شيء جيد او امور جيدة. لو انا حسيت بشعور سيء يبقى كل الامور اللي جاية لي هتيجي بامور سيئة. انا ما بقولكش ان انت مش هيجيلك ضرر او هيجيلك مشاكل، وعلى فكرة الدين بتاعنا حس على كده، ان انت لو جات لك مصيبة او جات لك مشكلة او جات لك ازمة، اصبر واحتسب ذلك عند الله عز وجل وقول ربنا هيعوضني. فده احساسك بالشعور الجيد، ان انت حاسس ان في خير جاي لك، حتى في وقت ان جاي لك شيء شر، لا انت حاسس برضو ان في حاجة خير جاي لك. اما لو انت حسيت بالضرر او حسيت بالخنقة او حسيت بالمعاناة او اتخنقت او كده، اعرف ان اللي هيجي لك سيء. فبالتالي جالك حاجة كويسة الحمد لله، جالك حاجة وحشة الحمد لله. حاول تحافظ على ان انت تبقى حاسس او متفائل او حاسس بشعور جيد، ان انت مبسوط دايما. الحمد لله ان انا عايش على الارض، الحمد لله ان انا بنام، الحمد لله ان انا باكل، الحمد لله ان انا عندي صحه. حتى لو جالي مشكله، يا رب انا عارف ان دي ازمه بتجيلي، بس قبل الفرج ان شاء الله، ان مع العسر يسرا، ان شاء الله ربنا هيكرمني واللي جاي هيبقى احسن. خلي حياتك دايما على كده، خليك راضي دايما وحاسس بشعور ايجابي او شعور جيد. الاحساس بالشعور الجيد هو اللي بيجيب لك الخير، لان زي ما قلت لك الشيء بيجذب مثيله. لو انت حسيت بشعور جيد كل اللي جاي لك هيبقى جيد، لكن لو انت حسيت بشعور سيء كل اللي جاي لك هيبقى سيء. الامر ده انا جربته مرارا ونجح معايا، فاتمنى بجد ان انت تطبقه. دي من مسؤوليتي انا كصاحب القناه، ان انا ادي لك النصايح اللي بجد تغير حياتك. فبس كده يكون الفيديو خلص. اتمنى لو استفدت من الفيديو ما تنخدش عليها بلايك، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.